اهلا بيكم يا جماعه. وصفه جديده، يا ترى دي ايه؟ دي مش بليله، دي حبات البليله ولكن متقشره، صح؟ اسمها ايه؟ عاشوره. كمان بليله بتاع قمح بتاع العاشوره، قمح بتاع العاشور. قمح مبشور. انت بتشتريه من عند العطار، بيقولوا له انا عايزه قمح مبشور، تمام. تمام. بتاخديه تغسليه كويس وتنقعيه حوالي ساعتين ثلاثه كده في الميه، تمام. تمام. وبعدين تروحي واخداه غلوتين على البوتاجاز، تمام. تغلي وتروحي طافيه عليها وسايباها حوالي ساعتين كمان او ثلاثه كده. احنا اما تبدا ان هي تفشر او تطلع القشره، تنفتح يعني بتاعتها، وتطلع الايه اللي جواها عشان يعني تبقى احنا مستويه. دلوقتي هنشغل النار، نحط بقى فيها الحلة دي، تمام، لمدة تمام. قد ايه؟ بتاخد غلوتين كويس، يعني تكون اتاكدت ان هي بتغلي، تمام، تمام. اوكي، وتروحي يلا، مغطياها وسايباها في الميه السخنه بتاعتها. تمام. هنحطها دلوقتي تغلي ونشوف بعد ما تغلي هنقفل عليها وهي شكلها عامل ازاي. بص البتاع ورجعنا بقت عاملة تاني ازاي. او رجعنا تاني. البتاع بقت عاملة رجعنا تاني ازاي؟ بعد حوالي ساعتين كده. القمح فشر اهو، وكتر، انا ملاحظة ان هو كتر. طبعا، ما هو تمام بيفتح بقى وبيزيد، تمام تمام. هنبدأ دلوقتي بقى نخلطه على اللبن ونحليه. ده اللبن طبعا انا محضراه غلياه قبل كده، فهناخد بقى القمح اللي هو المبشور ونحطه على اللبن. يلا بينا. يلا دلوقتي بقى انا حليته، طعمه جميل. ودقته طبعا علشان اعرف سكره حلو ولا عايز سكر. تمام ده عندي النشا تمام مدوباه في ميه اهو، وهبدأ انزله واقلب طبعا بسرعه علشان ما يكلكعش. اوكي. هو كل ما يغلي يبدأ يجمد بقى. طبعا انا عاملة كمية كبيرة عشان العيلة عندنا كلها بتحب العشورة. هي احلى ولا البليلة؟ البليلة جميلة بس كل حاجة ولها طعم، أو. يعني هي قريبة من البليلة، بس طبعا الفانيليا بقى، واحنا هنعمل النهاردة تكة برضو كده فيها هقول لكم عليها، برضو هتعجبكم. والبليلة بقى ما بتتاكل سخنة كده بتبقى تحفة طبعا، بتدفي وبتبقى جميلة خالص ومغذية. البليلة مغذية جدا. يا سلام بقى لو في أطفال ويفطروا بليلة وكده، تبقى جميلة خالص. طبعا احنا ضفنا النشا، فهي علشان كمية كبيرة فأنا حاسة إن هي إيه لسه خفيفة شوية، فهضيف لها شوية نشا كمان تمام وهقلبها لحد ما ألاقي القوام بتاعها بقى إيه سميك. بصي بدأت تتقل أكتر أهي إزاي. تمام. في حركة جميلة بقى، ان هو تضيفي عليها كريم شانتيه. ده بيبقى تحفة جدا. اعتقد كريم شانتيه في كل حاجة بيبقى تحفة. انت عارفة برضو في الرز بلبن، في الرز بلبن. عايزين بقى نبقى نعمل الرز بلبن زي بتاع المحلات بالظبط، وتقولنا يعني ازاي يطلع زي بتاع المحلات فعلا. طيب انت هتجيبي اهو معلقتين كريم شانتيه وهنقلب. هو مش بيكلكع يعني، ما تخافيش، هو مش هيكلكع فيها، تمام. هو هيدوب، تمام تمام. وهيديكي بقى ايه قوام كده حلو بالظبط، وطعم طعم جميل طبعا. الكريم شانتيه بيدي طعم حلو، تمام. كمان لان احنا عاملين كمية كبيرة. اوكي
حلو، كتر الكريم فانتي عادي ما بتفرقش يعني. لا لا لا، بالظبط. بعد ما دوبنا الكريم شانتيه هنبدأ نحط عليها فانيليا. الفانيليا اخر حاجة. او طب لو فانيليا كاس هنحط عليها ايه؟ او يعني كيسين مثلا. تمام. دي فانيليا ازايز اهي، جميلة خالص، هي ريحتها طبعا بتبقى تحفة، اوكي، تدي ريحة جميلة وطعم حلو. كيسين يعني، لو فانيليا اللي هي في كيس نحط كيسين، بنحط كيسين على حسب ثلاثة. الكمية اللي انت عايزاها، هي الفانيليا ملهاش مقدار معين. تمام، ماشي، تمام. طبعا ريحة الفانيليا اما اتحطت طبعا مدياكي تحفة. احساس ايه بقى، ريحة عايزة اكل، جميلة. عايزة اكل. وهنبدأ بقى، هي خلاص كده جهزت، تمام. هتبدأي بقى تغرفيها في تتاكل على طول؟ قطة. إيه؟ لا، تتساب تبرد، وممكن تاكليها ساقعة بقى من التلاجة. تمام. طبعا بما اننا لسه في الشتاء فممكن تسيبيها بس تبرد كده وتاكليها. تمام. تذوقيها بقى زي ما انت عايزة، جوز هند، قرفة. قرفة، مكسرات، اي حاجة بقى انت عايزة تحطيها على الوش بتحطيها. تمام. وهي دي بقى طبق العشورة بتاعنا النهاردة. طيب بس كده، مش هنغرف بقى طبق نوري للناس اللي نغرف بتشوف. طبق. يلا بينا. طبق اهو، يا جمال ويا حركاته ويا تكاته. اهو ادي طبق العشورة بالبليلة، اوعى، تحفة. تحفة طبعا، وبالهنا والشفا. وبكده غرفنا البليلة او اللي هي العشورة العشورة. شبه البليلة قوي، بس هي سمكها تقيل، اللي هو ده المختلف يعني. وتحفة، عملت الاتنين كيلو لبن، عمل بتاع 16 طبق. تمام. جميل ممكن خالص. بقى في ناس بتحبها سخنة، يعني ممكن لما تيجي تقدميها تحطيها في الفرن، يعني تسخنيها. ممكن في ناس بيغرفوها في فويل، ايوه، وفي المحلات بيعملوا كده ويحطوها في الفرن قبل ما يقدموها، وما تمام. تطلع يرشوا عليها بقى جوز هند وزبيب ومكسرات وكده. فدي بتبقى على حسب بقى انت، ما انت عايزة طعمها يكون ايه. وفي ناس بتحبها ساقعة، يعني تحطها في التلاجة وبتاكلها ساقعة. تمام. تمام، بس دي راحات بقى، يعني فن الاكل ده راحات بقى. بالظبط. وبالهنا والشفا. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو، واستنونا في وصفة جديدة.